طبعا هنركب بودر وش. انا خلصت الخلاط، انا خرمت المسامير وحطيت الفيشر اهون، وهجمع المسمار مثلا احنا شايفين الفك اهو، نفتحها بلدي اسف زي ما احنا شايفين كده. طبعا ما تربطش على الاخر، ممكن تربطه ببنز عادي. شايفين كده؟ والله المسمار واحد سنة بس ظبط. طبعا بعلم معلم قد طبعا مربط مربط السكون كده، خرمت وثبت المسامير بقفل بقى السكون بتاع فوق. هذا المسمار حل الوش. هنقفل ده زي ما احنا شايفين كده. اهم حاجة انك تخلي الكاوتش تحت، في ناس ساعات بتركبها فوق، وغير طبعا هترفع وش المصفى عن الحوض، فبالتالي مش هيصفي المية كلها. هو يقطع المايه برضه، بس هي الافضل الصح انها تركب من تحت. اقفل المسمار شايفين كده. اقفل المسمار، نحط العمود. أتأكد إن العمود مظبوط. أركب الجون البلاستيك ده. طبعا مينفعش المسمار يركب من بره الفوض، لازم تقفل المسامير الأول وبعدين تخش زي ما أنا دخلت كده وتحط الجون البلاستيك. أنت